بسم الله الرحمن الرحيم. يا معطية، هم الإخوة طالبين منك إيه؟ طمني. اطمن يا معلم، جالك الفرج. يا من أنت كريم يا رب. بس أنت عارفني، أنا ماليش في الحاجات دي. أنا مضطر، ما أنا فيش قدامي حل تاني. موافق على أي حل ومن غير ما أتكلم. مهما كلفك الأمر. عندك من جنيه لآخر الدنيا تحت عمرك. حتى لو هتدفع 5000 جنيه ذهب. يا نهار أزرق، بتقول كم؟ بقول لك 2000 جنيه شرط يكونوا ذهب. وذهب كمان؟ بقول لك إيه؟ رغي ورط كتير مش عايز. طب إزاي يابا بس؟ ماليش دعوة. أعمل حسابك. إن شاء الله تبيع وكالة مصر عتيقة وكالة السبتية، تبيع الوكالتين، المهم جيب لي المبلغ. أنت بتتكلم جد بابا؟ طب أنا ممكن أعرف أنت هتعمل إيه بالفلوس دي؟ مالكش دعوة بحاجة، المهم المبلغ يتوفر، يا إما هتصرف معاك تصرف تاني خالص. يا بوي، كأنك ملعون يا جابر، كل ده أجرب السهل كده. لولا خوفي انه يعجز بصحيح ما كنتش وفيت يا قصته. وجعتك سودة عاد. لا احنا هنستنوا يا ما يلافينا القسط التاني، ولا بدك يلافينا على دماغنا يا ما افهم الملعوب. ودي تفوتني يا اخي، هو معاده هنا بعد 3 ايام يجيب نص الفلوس. حلوين قوي، تاخد الألف بتاعك واخد أنا الباقي ونسيبه لجنان أبوه الرسمي. طيب والدة تكلي من بكرة يكون جاهز عندك ومستني. نتلايم على الفلوس، وأول ما يخرج عرام يناوله ونخلص من الاثنين. اجمد مال يا جابر، اجمد يا راجل. كلها كم يوم ونمشي من هنا وتروح تتعالج وتبقى كيف الاول واكتر زي ما قال الحكيم. مش باين يا عويس، مش باين. سامحوني يا جماعه، مفيش في ايدي حاجه اقدر اقدمها. لا، في تطلع من هنا على المعلم عرام طوالي. عرام تاني؟ ما تقلقش، انت هتوصل له رساله. طب هو في ايده ايه يعمله؟ انت فاكر ان الجزار افرج عنك علشان اسباب صحيه؟ لا طبعا، ده لان المعلم عرام عمى عينه بالفلوس. طب هيعمل معايا انا كده ليه؟ كان الاول يعمل معاكم انتوا كده. ما هو اكيد ناوي على كده، بس سليم الجزار عايز يقعدنا في المعتقل اطول فتره ممكنه علشان يقدر يبتز المعلم عرام. وعشان كده قلقانين لحسن المعلم عرام يزهق. بالظبط هو كده، واكيد الكلام اللي انت هتوصله له هو اللي هيحمسه اكتر. انا كمان عايز اروح للمعلم عرام. ولا انتوا ناسيين؟ ناسيين ان حفيده هو الوحيد اللي عارف مكان رحمه. رحمه ايه دلوقتي؟ دوعته. انا مش عارف البت دي عامله لكم ايه. ما تسيبوها، دي ما منهاش راجل. يعني مش ناوي تساعدني؟ يا ابني هساعدك وكل حاجه، بس فهمني الاول، انت خرجت ازاي؟ فراق صحي. فراق صحي؟ ما هو ده ما يعرفش يقول عدس. والله عملتها شي خاطية. انا عايز اعرف بقى العيال بيقولوا على ايه. عرام اصحى بقى يا اخويا، انت ما بتشبعش نوم. عيناكي يا جنيل، على عيناكي يا اخويا، كرهتني في عيناكي. اصحى وشوف المصيبة اللي مستنيانا. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ هي الفلوس لحقت تخلص؟ لا، الواد عاطف في ناس بلغوني انه خارج. ناس؟ ناس مين؟ مش مهم مين، المهم هتعمل معاه ايه اذا جه هنا. وهو يعرف منين العنوان بس؟ وهي دي مشكلة. المهم ندور لنا على مكان تاني. وليه يعني؟ لو جه هنا انا هقطع وتروح في داهية وارجعنا لوجع القلب من تاني. امال هنروح فين بس؟ بقولك ايه،
روح انت جهز نفسك عقبال انا ما اظبط حالي، وهو بالمره نختفي عن عيون جدك. ولا انت نسيت جدك؟ جدي؟ وانا قلقان الا من جدي؟ اوعى يكون حد نظرك وانت جاي يا ولد الناس. ما تقلقش، المهم طمني انت عملت ايه. طمن خالص الشيخ، خلاص اتوكد من كل كلمه قلتها لك. الخاينه مالا، وعرفت اللي جاي. الشيخ خلاص اتفق ويا حبايبه انه هيخفيك عن عينيهم بعد ما تقتل عرام. بس انا صعبان عليا المعلم، ده له افضل كتير عليا وعلى اهلي. الكلب عرام الصغير هو اللي غواها. وبعدها لك عادي يا ولد الناس، ما قلت لك لاجل تاخد بطارك لازم المعلم الكبير يكون راح لحاله. بس ده طيب قوي يا عويس، كان وجعتين عاد. انا اكتر واحد خابرك ده، وربنا يعلم انا بتأذي قد ايه. بس اعمل ايه؟ اللي كنت عاوزها خلاص راحت لحالها، وما قداميش دلوقتي غير ان اتمرمغ في اللي مرمغني فيه. جابر؟ جابر؟ جابر مين؟ مالكش صالح عاد، قول لي يا ولد الناس، عاوزنا ساعدك وتبقى راجل تاخد بطارك وتغسل عارك ولا هملك تبقى اب الولد انت مش ابوه؟ بس ده هيحصل امتى؟ بعد يومين قبل الفجرية يا ولد الناس. وانا لسه هستنى يومين كمان؟ وباع الوكالة برخص التراب. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ انت واعد اللي بتقوله؟ اوعى تكون المية لحست مخك. مسامحك وده كلام برضه، وهو بعد اللي عملته معايا عدلية مات وغيرك يا سيدي الناس. وطحاني باع الوكالة ليه؟ اهو ده بقى اللي لسه معرفوش. الله، بتقولوا يا رجالة؟ يبيع الوكالة كده ويدور يسحب فلوس من السوق من غير سبب؟ السبب يحير. عرام عمره ما باع حاجة يملكها. إيه اللي إذا كان بقى إيه؟ عرفت حاجة عمي؟ الله يعوض على عقله. مصيبة لا يكون صعبان عليك يا مرزوق بيه. أيوه بالظبط، هو كده. هو غياب الواد حفيده اللي قطم وسطه، خصوصا لما عرف إنه اتجوز البت رحمة. خليك مراعيهم عنتر في المكان اللي هما متوين فيه. بقول لك يا مرزوق بيه، ما انتوا الواد والبت دول ونخلص منهم، وبكده يبرك فيها عرام وما يقومش منها. ومين قال لك ان انا عايزه يبرك؟ انا عايز اخد حق منه وهو زي ما هو كده. اهو ده بقى مش هنقدر عليه طول ما الواد الحيطة ابنه ده على وش الدنيا. يا ابن الملاعين بتفكر في ايه؟ هقول لك وحدينا يا سيدي الناس. اعذرني يا عم الشيخ، ما قدرتش استنى لما الليل يجي. ما صدقت الواد جاب لي الفلوس وقلت اجي لك جري. دول 2500 جنيه دهب، بعدين ربنا وحده اللي يعلم انا جمعتهم ازاي. انما في غلطه حصلت وكان لازم ادفع ثمنها للاخر. ربنا مسامحك وادعيه يسامحني. انا اللي هدعي ربنا سبحانه وتعالى عشانك، ده انت الخير والبركة، ده احنا عايشين من نفسك. ايه ده؟ سلامتك، الف سلامة. ان شاء الله شدة وتزول، شد حيلك. انا بصراحة ربنا حكاية تعبك دي زادت في الاخر، وعمال انت بتروح شوية بشوية. انا بصراحة ربنا جوايا حاجة بتاكلني ومش قادر انطقها. هما اخواننا، وانا حبايبنا يعني، حبايبك، ما عندهمش حكيم يشوفك ويعالجك ولا ايه؟ لا 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 ابدا، قوم انت بس وحاول تجمع المبلغ. اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. ما تقلقش من حاجه، ان شاء الله انا هتصرف. بس خلي بالك اوعى ترجع الا قبل الفجر، مش عايز حد من الحارة يلمحك. ما تقلقش من ناحيتي، اطمن
ده انا راجل واعر قوي. والله كنا صحيح يا ولاد. دلوك بس صدقت اللي عملناه جابر. الله يلعنك ويلعني. الراجل كلامه كان حيقتلني. شكله وهو فرحان وبايع اللي وراه وقدامه وجاي ذبحني اكتر من وجع المرض. يا خساره عطيه، كان نفسي تعرف اللي عملته. يا راجل بلاش كلام يا وجعان. كلها ثلاث ايام ويبقى معاك بدل الالف ثلاثه، دول ما يكفوكش. لا عاد في صحه ولا عاد في نفس من اليوم اللي نويت فيه مع عرام. وانا رائد الرائده دي على راي عطيه، كلمه حق اراد بها باطل. الشيخ قال لي انك كنت زين قبل ما تتلم على ناس عفشين. كنت يا عويس، نفسي الاقي طريقه ارجع بيها تاني. بس يا خساره، زي ما تكون المركب عومت وصلت للغريق، وصلت لموجه شالتني على اسود سواد اعمالي. الله يرحم عطية. يا راجل بلاش كلام يا وجعان. قل لي المهبوش ولد التكلي اللي كان ناوي يقتل عرام الليلة، أقول له إيه؟ ما فرقتش يوم من ثلاثة يا راجل، ما هو كله بسببك. إزاي يا عويس؟ الشيخ مش لاقي العفريت اللي هيخفيك عن العين. والعفريت ده قدامه تلات ايام يعني ولا ايه؟ تلات ايام وياجي. كل ده من عطيه. الراجل بان سمه بعد الراجعه يا بنداري، ولا اكنه الراجل الطيب بتاع زمان. خلاص نستنى بكره لما نشوف ايه الحكايه. الله، بنداري مش ده المخفي ابن الادوسي؟ الواد ده ايه حكايته بالظبط؟ بتبيقني في الرايحه وفي الجايه. هي حاجه من اتنين، يا اما بيراقبني يا اما بيراقب الوكاله. خلاص يا عمي، الوضع عرام البيت راح ملحست مخه وما عادش منه رجل. قال له امسك اديها دول وقول لها تجره من ودانه وتروح بيه على شقتي اللي في اسكندريه، وتلبد هناك وما تتحركش منها غير لما ابعت لها. بس اوعى الواد يعرف حاجه. الناحيه دي اطمن، محدش هيعرف حاجة خالص. أهلا. يسعد صباحك يا سيدي المعلمين. أهلا يا كمال، اقعد. عندي ليك يا معلمي خبر، إنما إيه؟ سقع يسوى كتير قوي. ما تديلوش مليم يا عمي. أها، ودي تيجي؟ ده هو الخير والبركة. امسك يا كمال، قول اللي عندك. تسلم يا سيدي المعلمين. الطحاني بكره هيبيع وكالة السبتية وهيبقى معاه فلوس ياما. بس كده بقى دورك انتهى. جهزوا المقص للطور اللي ما يجوزش عليه الا الرحمة، هو وشنبه. عديت الايد اللي اتمدت لي بالخير ليا ولكل الناس. فينك يا عطيه؟
فينك يا عطية تشوف النهاية. مكتبته عايش في مكتبتك يا عطية. انت قلبك حافظ كل الكتب. حافظ احلى واغلى الكتب. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أخي جابر أكتب إليك وأنا أشعر بالاحتضار، فإذا أراد الله لك الهداية ووقعت هذه الورقة في يدك فاعلم أنها دعوة منه إليك، فلبي الدعوة وأسرع بالهرولة إليه. ستجده يا جابر، ستجده في انتظارك. أليس هو القائل سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله واسعة، رحمة الله في انتظارك يا جابر، فابدأ الآن. الله يرحمك يا عطية، الله يرحمك يا اخويا. عويس، عويس، واعي يا ولد الناس. قلت لك اطمن، ده شرفي. اول ما هيخرج من عند الشيخ هناوله في مقتله، وهم الباقي عاد على عطية. ايه مالك ملجلج ليه كده؟ مش هيكون في حد شايفني زي الشيخ ما وعدني؟ وهو عمر الشيخ قال كلمة وعوض فيها؟ الفين ونص بالتمام والكمال يا معلم. ما تقولهاش وشها بنداري. بنداري؟ اه. لازم نروح مع المعلم الليلة. مش معنى الليلة. لا ابدا. ده مسعد بس قلقان شوية من الواد ابن الادوسي. روح يا مسعد ساعد خليفة وباقي الرجالة في نقل البضاعة اللي اترمت بتراب الفلوس دي. وجب يا معلم. وانت بنداري. رجلي على رجلك يا معلم. كأنك هتتكلم جد يا جابر. وكل الجد يا خاين يا واطي. واطي؟ انا واطي؟ انت يعني اللي راجل زين؟ بقول لك يا جابر، ان كان على المرض اللي عندك هتتعالج منه وهتبقى زين. اعجل يا جابر، اجدع عيب. انت اللي بتتكلم عن العيب.
ايه؟ يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ اسمع اللي هقول لك عليه، المعلم عرام لو عرف هيقتلنا احنا التنين، مش هيسيب حد منينا. ولو ابو الطاهر على الاقل. يعني ده قولك يا جابر؟ ايوه ده قولي. يبقى هقتلك يا جابر، هقتلك هقتلك. ايه اللي بيحصل يا بفات؟ جيت في وقتك يا راجل يا طيب. العمار اللي بينك وبين ربك نفع يا معلم، نفع يا معلم. سامحني يا معلم، انا بطلب منك قبل ما اموت سامحني على اللي عملته. سامحني. انت بتعمل كده يا عويس؟ خدنا في كلابيش ورايح جاي، فرحنا سوحنا وشوف احنا بقينا ازاي. نيجي نبكي نضحك ونيجي نضحك ينوح الناي، واقول لك ايه يا زمن خاين ولا تؤتمن، موتني وقدامن وسبتني نساك. كنت عارف يابا اني هموت وانت بعيد عني. كده انا ارتحت يا عرام، كده خدت حقي، كده بردت نار يا عرام. سامحيني يا عرام، سامحيني. طب سامحيني علشان خاطر ابننا اللي جاي دوت. اصل الراجل اللي كنت رايح استلف منه الفلوس ماله؟ مات ولا ايه؟ يا ريت. اتسجن. اتسجن؟ عمل ايه ان شاء الله؟ قتل واحد. استغفر الله العظيم يا رب. طب والعمل ايه دلوقتي؟ عارف اللي قتله ده يبقى مين؟ يبقى ابوك يا عرام. جدي؟ بقول لك ابوك مرزوق وابن اخوه قتل ابوك من 3 شهور واحنا هنا مش عارفين حاجه خالص. ابويا انا مات؟ يا دي المصيبه السوده، هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عرام؟ ابويا، ابويا
هي في حياتك يا ابني؟ ليه ما قتلتهمش يا جدي؟ ليه؟ هقتلهم ليه؟ واخسر اخرتي؟ وبعدين واحد منهم مش هيخرج من السجن غير على تربته، والتاني على ما يخرج هيكون العمر كله ضاع، وده عقاب اشد من القتل. وطارق يا جدي؟ اسمعني بقى، انا رعيتك، انت دلوقتي عليك تراعيني وتراعي نفسك وتراعي ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده كان زمان يا رحمه، النهارده لقيتوها بطقطق ايه؟ حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم، الحق يا معلم عرام، الحق يا معلم عرام. هتدفعوا هتدفعوا يا حرا حرش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. استغفر الله، الحمد لله ولا اله الا الله. حرام نعم حسن. جامعة إن شاء الله يا حسن. يعني عم حسن، أنا معايا ضيف مكسوف منك شوية. لو كان الوقت سمير قول لأبوك زعلان منك. تعال سمير. سامح كريم بقى عم حسن، الوقت خلاص جالي الشغل هنا اتنين. ايه اللي رجعك على سمير؟ رجعت عشانك، عشان حلمك، حلم الاب لابنه، واللي ما لقيتهوش وانا بعيد عنك. وحلمك انت بقى ان شاء الله تعمل فيه ايه؟ يعني ارجع؟ هتتلكك يا ولا ولا ايه؟ ارجع. لا، وانا مش هرجع، لان حلمي هو حلمك. بوعدك هبقى مهندس قد الدنيا، مش موظف ارشيف. وانا عندي شرط واحد بس عشان ترجع تعيش معايا يا سمير. نايبي في الفراخ، عارف لو قربت له ولا حياة امك لقطع رقبتك. ارحميني بقى ارجوكي. يا اخي ارحم انت نفسك وارحمني، واسمع بقى، يا تنفذ اللي قلت لك عليه يا هاخد اللي في بطني بقى ومش هتشوفنا احنا الاتنين تاني ابدا. لا لا يا رحمة ارجوكي. انت ناوي تفرسني؟ طب هتعمل ايه؟ اما اروح انا المصعد رودي الفرج عشان الحق المزاد. اتكل على الله. يسعد صباحك يا معلم. اهلا اهلا عم المحضرين، انت جاي لنا ولا ايه؟ خير في ايه؟ في الحقيقة يعني، في الحقيقة. انت هتفضل تقولي الحقيقة ايه؟ اكونش انا غلطت في حد ومش واخد بالي؟ الاعلان يا معلم. اعلان؟ انا مفيش حد هنا بيستقرى، واللي كان بيستقرى ربنا يرد غيبته بقى. بس الاعلان ده جايبوه لنا ليه؟ يكونش حد رفع قضيه على المعلم عرام الصغير؟ يا ريت، دي مرفوعه منه. المعلم عرام اللي رافعها؟ ورافعها على مين في الحاره يعني؟ على سيد الحاره يا سيد الناس. الدنيا مشوار نعيش ما حد باقي عليها، واللي نافش فيها ريشه وإيده طالت عليها. مسير بعد المسيرة، يا سيرة ولا عسيرة، يتفك أسر وما يتبقى لنا منه إلا سيرة. مسير بعد سيرة ولا عسيرة، يتفك أسره ما يتبقى لنا منه إلا سيرة. ومهما طال المطال آخرتنا دار نسعى ليها. رحمة ماتت.
رحمة. الريح تقيلة والموج اللي جاي محدش هيحميك مني، فاهم ولا لا؟ يا رؤية يا علي، احترم نفسك واحترم وجودي. بعد إذنك يا جدي لازم أربيها. أنت هتشوفيني كمان يا كلب. أخي يا بنت الشحاتة، 10 جنيه هي دي كل الحكاية اللي أنت جاية وعاملة زيط عليها؟ خدي دول عشان أمسكي. كل دول يا جدي؟ يا أهل الطريق وحدوه ده الباري والباقي هو وده في التراب وسيبوه قولوا ده كان في تلوة عقله ضميره نهوه وعرف طريق الهداية والجاي رايح يهوه والكل آخر بداية عقله ضميره عشرة أعوام مضت على رحيل الفتوة، عشر سنوات على إحلال القانون محل رجل كان يحكم به بالرغم من أنه لم يتعلم أي شيء من نصوصه. ما زال الناس يذكرونه يحنون إليه يشتاقون إليه إلى حكمته إلى قوته إلى عرام الطحاني. لكن حدثت كارثة، أساء البعض منهم للرجل، أصبح عندهم أسطورة وذاع عنه أشياء لم تكن تحدث، نسب إليه صعاليق من المرتزقة كرامات وأوهم بها الناس، وأصبح عرام الطحاني كبير الحارة وليا صالحا من أولياء الله. ونسوا ما قاله صاحب الضريح وما كان يكرره دوما. طول ما في بينك وبين ربك نار ما تخافش من حد. ولا كلمة راحة وتصديق. وهي باينة وما هيش
على الصراط وده أمر عسير.